هذا دعاء خاص عن المرحوم أحمد هاني دكة رحمه الله وأسكنه فسيح جناته. اللهم اغفر له وارحمه وأنس وحشته ووسع قبره. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم اجعل عن يمينه نورا حتى تبعثه آمنا مطمئنا في نور من نورك. اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه. اللهم عامله بما أنت أهله ولا تعامله بما هو أهله. اللهم آته برحمتك ورضاك وقه فتنة القبر وعذابه وآته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه في جناتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنزله منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزله منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إن عبدك أحمد هاني دكة في ذمتك وحبل جوارك فاغفر له وارحمه وأنت أهل الوفاء والحق إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم أطعمه من الجنة واسقه من الجنة وقل له ادخل الجنة من أي باب تشاء. اللهم ارزقه شربة من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم ارزقه لذة النظر إلى وجهك الكريم يوم القيامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.